يقول: شخص ترك الصلاة فترة من الزمن ثم أراد التوبة، فكيف تكون التوبة؟ وهل يقضي الصلوات التي لم يصليها فيما مضى؟ عليه بالمبادرة بالتوبة، توبة والاستغفار والمحافظة على الصلاة، وأما ما تركه فلا يقضه، لأنه في تركه إياه متعمدا يخرج من الإسلام، فإذا تاب دخل في الإسلام من جديد، فيحافظ على الصلاة في المستقبل ويتوب إلى الله ويكثر من النوافل، وما فات لا يقضيه، ما تركه لا يقضيه.